الديوريشن دكتور زي ما حكيت رنا ثلاث ساعات الانترفال مثلا من ساعة على ساعتين. حسام شو رأيك؟ ساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا عبير الساعة 2 الساعة 5 تايم ديوريشن ثلاث ساعات ونص تايم ديوريشن. أعطيني مثال أمثلة ثانية كنت ثلاث ساعات طيب من يوم التنين أعطيني مثال ثانية يوم التنين ليوم الخميس تايم انترفال أربعة أيام تايم ديوريشن أربعة أيام تايم ديوريشن زي تايم ديوريشن 1 hour 2 hours تايم ديوريشن بالضبط اللي هي من قوة من الواحد من الساعة 11 للساعة 12 يوم الثلاثة ب 26 الشهر أو من الساعة دي من الساعة 5 إلى 6 إلى 7 إلى ربع سطر دي 17 يعني بحددها هاي إيش هي؟ انتبه مش فاهم شو يعني لو أنا نوصل هلا هاي سبتاي ولا لا؟ سبتاي هلا كيف أعرف؟ هلا لاحظ هل هاي هي نفسها؟ لا وهل كل الانستنسز تبعون تايم انترفال لا ما خلص ما دام كان لا ما دام الانستنسز تبعت هاي بتكتب عن الانستنسز تبعت هاي بهاي معناته ما بصير ما بصيرش حط طب كيف بدي اطبقها زي مثل اللي حكيته انها ريجيد او انت ريجيد دكتور خليك هلا احنا مش بدنا لاحظ يعني بمعنى اخر كيف يا عماد انا اول شيء هذيك سويناها عشان تكشف إذا في عندك غلط صح؟ هاي واحدة ثانية هسا اللي هو التفكير بالإنستانسز لما تعرف الإنستانس وتعرف هوية الشيء بتساعدك إنك تحكم على عليهم يعني هاي كومبوننت أوف على فكرة مش بارت أوف مش مناسبة أكيد مش عارف الفرق بينهم بس على كل حال الإشكالية بدي أقولها بارت أوف يعني كيف إصبع من إيد خليها الان بارت اوف انواع ما هي بس خليها شوي بارت اوف نفس انواع بس هلا طب الانواع حكى من يوم الاثنين ليوم الثلاثاء شو يعني قصدك من يوم الاثنين ليوم الثلاثاء كل الايام التي تقع بين يوم الاثنين ويوم الخميس كل الايام انو اسبوع بنحط بعدين الاسبوع من الاسبوع اللي يبدا ب 1/3 هاي الديوريشن ولا انترفال هاي انترفال طيب لما اقول 1 اور قصدي وين انتهى ال 1 اور يعني قصدي الساعه هاي وبكره ساعه ثانيه يعني الانستنس ما هي ماهيه الانستنس ما هي هويه الانستنس يعني اقول لكم كيف لو اخذنا مصطفى وعصام اخذتوا ايد مصطفى واعطيتوها لعصام اخذتوا ايدي واعطيتوها لعصا اخذتوا ايدي الثانيه واعطيتوها لعصا غيرها بدلنا اخذت ايدينا الثانيه بعدين جري بدلناهن معدتي قلبي كل مش بتبدل ولا لا بالطيب بتبدل ولا لا بتبدل ولا لا طيب انا مصطفى وعصا ضليت انا مصطفى ضل هو عصا طيب بدلنا صرنا نبدل شو الاشي اللي لما اغيره بتغير بصير هو بصير انا عصام هو مصطفى لا روح الروح بتتبدلش بس حكينا عن الاشياء اللي بتتبدلش ايش قال لك ما فيش معناته العقل نفترض الجدل ماشي فلسفيا اذا بمعنى اللي بدي اوصل له انه لما تيجي تفكر تقول 1 اور 2 اورز لا كمل اسال حالك سؤال هل 1 اور بغض النظر وين انت يعني هل في 2 انستنسز ممكن نسميهم 1 اور في 2 انستنسز ممكن نسميهم 1 اور ولا كل يعني 1 اور اتس 1 انستنس احكوا لي معناها بتغيرش يعني لما احط لينا لما بحدد للانترفال بداية ونهاية أنا بحصل فيها الانترفال أما هاي الديوريشن رح تكون جزء من البداية والنهاية تاع الانترفال فنقدر نطول أصلا منها التايم ديوريشن لا التايم انترفال نقدر نطول منها التايم ديوريشن طيب وين توقف محاضرتنا؟
من 2 إلى 5 كل يوم خميس. 3 إلى 5 يوم الخميس. هاي تعمل انتبه. أبو وين الانستنس بالضبط؟ كل محاضرة كل أسبوع، مش كل أسبوع نأخذ محاضرة، يعني وكأنه كل وقت محاضرة هو إنستانس. لمين؟ لتايم انترفل. وان أو ثري أورز. أي ثلاث ساعات. شو الإنستانس تاعت ثري أورز؟ أي ثلاث ساعات. طيب ليش ما تكون فكرة الثري أورز هي أصلا هي الإنستانس بحد ذاتها بغض النظر؟ يعني نكون نقول هل يعني ثلاث ساعات هل هم انستنس ولا تايب؟ ثلاث ساعات ممكن يكون هيك، ممكن انستنس من الديوريشن. طيب انستنس من الديوريشن هي نفسها بس ممكن تكون كيف نفسها تخربشت. يا علي الديوريشن عندي انا ممكن تكون ساعات، ممكن تكون ايام، ممكن تكون دقائق، ممكن تكون اي شيء ثاني. ما 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 فاهم بس انا بقول لا بقول انا فوق هون بس عشان هيك اعتبر بقول هون انا ثلاث بقول ايش ساعه نقطه ساعه ساعه. هل هاي انستنس بحد ذاتها انستنس؟ لا ما في شيء ممكن تكون تايب وممكن تكون الانستنس تبعها بزبطش. ايش يكون تايب وانستنس بنفس الوقت؟ تايب يبقى انستنس. هذا هو هذا فري في هذا خلص اوكي بقى. هل هي انستنس؟ لا تايب يعني هل ممكن يكون لها instances؟ لا ال one hour لا. لا لا لأن هي instance. إذن هي instance. طيب طب يا عمي ما هو كيف الشيء ما هو تقولي لي الساعة يعني بتقعد مع فاتح ساعة وبتقعد مع عماد ساعة ومع عصام ساعة. أو مثلا فيلم. فيلم. طب مش هذول أنا instances للساعة؟ لا. ولا؟ هذول استخدموا الساعة اللي هي نفس الساعة استخدموها هم. أيوة استخدموا ثلاثة durations مدتهم ساعة بس فكرة الساعة نفسها هي instance duration. لحظة ولا عيدها يعني بقول أنا كعدد ساعة مع فاتح وساعة مع عماد وساعة مع عصام. هلا عمليا مزبوط أنا قلت هذا الكلام ولكن شو كان قصدي؟ كعد ثلاثة durations اختلافات ثلاثة slots. يعني كلمة ساعة هي instance بغض النظر وين انت ومع مين صح؟ بس لما بقولك عدد ساعة كعدد ساعة يعني كعدد duration مدتها ساعة. فهمتوا علي؟ هلا الهوية كنا هو نفس الكلام اللي قلته قبل شوي. الidentity refers to the problem of being able to recognize individual entities in the world as being the same or different. Identity criteria are conditions used to determine equality. The criteria, يعني هاي مقصود إنه في منا sufficient condition أو necessary condition. يعني الصف يعني عشان أعمل هوية لازم الصفة تكون sufficient تكون كافية إنها أنا ما بقول بدي انا عندي انا قديش هون شخص عندي 10 اشخاص بقول عبير. هلا عشان انا اعمل كلمه هاي هويه لهذاك لهذاك الكيان لهذاك الكيان اللي قدامي عشان اعمل له هويه سميته ايش؟ عبير. هلا لازم يكون اذا بدي استخدم عبير ك ريفرنس لهذا الكيان لازم يكون الصفة أول إشي sufficient ما يكونش في عبير ثاني ولازم تكون necessary يعني لازم يكون الاسم تبع لازم يكون لهذا الشخص اسم بالضرورة اسم فيش حدا ملوش اسم. فهمتوا؟ فالك الايدنتيتي كيف فيش عبير؟ مش لازم يكون في عبير ثاني. مثال أعطاك إياه إنه كيف في عبير بس هيك افرض إنه فيش عبير ثاني فرد فرد. نعم عارفين انه في عبير. بس لا بالصف قصده بمين الصف؟ بالصف. طيب. فالتايم ديوريشن زي ما قلنا التايم ديوريشن الانستنس تبعونها 1 اور 2 اورز 1 داي الى اخره والتايم انترفال بتكون اوقات مختلفه فممكن فهي بتصير
component of. فهمت علي؟ طيب خلاص هذا الكلام كله بصراحة حكينا. A property will inherit identity criteria from parents. يعني شو الكرايتيريا اللي استعملتها في التايم ديوريشن؟ الايدنتيتي كرايتيريا لما قلت 1 اور 2 اورز فكره الوقت صح؟ فكره هاي لازم التايم ديوريشن تعملها انهيرتنس، بالتالي لازم يكونوا نفس الانستنسز صح؟ ولاحظ انه كمان لهاي انها هاي كمان ايش؟ بتورث ايه اللي بتورث ايش؟ البروبرتي. طيب هلا نيجي ل ايش؟ او سوري هنا هاي غلط، هاي الوحده، هاي الوحده اليونت. اها ايش هي الوحده؟ شو فكرتنا في الوحده؟ الوحده بنقول refer to the problem of describing the way the parts of an object are bound together. يعني بنقول سمر، بالنسبه لنا سمر كيان صح، بس هي تتكون من اجزاء مزبوط. سمر تتكون من اجزاء، ايد واجر وراس والى اخره. هلا علاقه يعني الكيان نفسه علاقته مع اجزاء، هذا هو اللي احنا بندرسه. ففي وكانه كرايتيريا Unity criteria identify whether or not a property is intended to describe whole object. زي ما المثال اللي استعملته لا لا لعصام ومصطفى، نصرنا نبدل أعضاء. هلا كيف هنا؟ إنه علاقتي أنا وأجزائي، إنجاز التعبير. خير بس نحن نحكي عن الوحدة. هلا هاي الثلاث أشياء لازم نفهمها. آية بيان. جاهزين نحكي عنهم؟ ها؟ ديم؟ لا بصراحة. بين مش طولي روحك شوي صغير علي، بس ضايل ثلاث سلايدز. طيب بنقول بروبرتي، شو يعني بروبرتي؟ يعني كلاس. كاريز يونيت. هو يعني كاريز يونيت شو يعني؟ ساعدوني أنا بالعربي. كاريز يونيتي. حامل لصفة الوحدة. حامل للوحدة. إنجاز التعبير أو ناقل للوحدة إذا بدك. if إذا كان كل الانستانسز تبعون هاي البروبرتي، زي إيش؟ زي محيط. كلمة مفهوم محيط في إله انستانسز، المحيط الأطلسي والهندي وال صح؟ منقول كاريز يونيت إذا all its instances except a common unity criterion. يعني كله وحده وحده لا يعني بنجزئش. واضحه؟ مش واضحه. انا بساعدني كيف بالنسبه للانستنسز، يعني خلينا نحكي. ساعديني يا رنا، خلينا رنا تساعدني. هلا بتيجي عندك مثال الاوشن كيف، شو اللي سواه محيط؟ نتناقش مع بعض شو سوى المحيط. المي والسمك بالضبط، الحياه البحريه، كل هاي الامور منيح. كل الانستانسز تبعون الاوشن شو هم؟ محيط الاطلس الهندي الهادي، هذا شو خلاهم محيطات؟ لانه فيهم نفس الاشياء بتكون المحيط، عشان حفظنا انهم هذا يونيتي. يعني عرفنا المحيط بالبارت تبعون اللي هي خلته محيط. ما هي رانا هم انستانسز، مهم انستانس لا مش انستانس. ما احنا لما تيجي تقول محيط، احنا هلا بنحكي المحيط تعريف محيط اوكي، هم انستانسز مين معناته مضبوط بياخذوا صفاته، بس نحكي على اليونيتي. يعني انت بتطلعش على السمك لحاله وعلى المي لحالها وعلى هذا، بكل البارتس اللي فيه سووا محيط. كل البارتس الموجوده في المحيط كلها هي اللي خلته محيط. اه صحيح. طيب ناخذ مثال بزبطش في هذا الكلام عشان نصدق. شيء بروبرتي كارز نو يونيتي، زي ليجال انتيتي. ليجال انتيتي شو يعني ليجال انتيتي بالعربي؟ شخصية قانونية صح؟ هل الشخصية القانونية يعني في لها يونيتي؟ يعني شو يعني لها يونيتي؟ يعني هل الانستنس تبعونها او يعني شو اللي بيكونها؟ هل بمعنى اخر
هل كل أفرادها لهم نفس المكونات؟ لا. لا طبعا. ليه؟ لأنه الشخصية القانونية. لأنه الشخصية القانونية كان بي إيش يا لينا؟ يا إنسان طبيعي يا مؤسسة شركة صح؟ اليونيتي تبعت هاي غير عن اليونيتي تبعت هاي تبعت الإنستنس اللي بحكي هلا اليونيتي تبعت ال أو خلينا نقول الإنستنسز تبعت هالكلاس تبعت هذا الكلاس وهاي البروبرتي الإنستنس تبعتهم كل واحدة إلها يونيتي كرايتيريا مختلفة شو أجزاء الإنسان الطبيعي غير عن أجزاء هلا شو اللي خلاك تعرف أجزاء الإنسان الطبيعي بناء على شو كل شخص انت عمل يونيتي كرايتيريا معينة بينما لما جيت لشركة يونيتي كرايتيريا بتختلف هلا هذا إنستانس وهذا إنستانس لا اللي جاي نفس الكلاس هلا معناته هذا الكلاس منقول كاريز نو يونيتي كاريز نو يونيتي نرد نرجع لهون بس على فاتح بجملة أوكي هلا إحنا لما نحكي إنه هي لما يكون صفة إنستانس أوف مظبوط هي لازم تحمل كل صفاته بس زي هون المثال الليجال إنتيتي ما هو الشركة وأيضا البني آدم إنستانس أوف بيحمل صفات كليجال إنتيتي بس مش كصفات اليونيتي فهمت كيف الفكرة؟ قصدها تقول يعني 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 البيرسون بصفاته مختلف طبعا عن صفات الكومباني بس هو يعني على فكرة لا لا خذ 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 تكوين الذكر غير عن تكوين الأنثى بس اثنين سب تايبو فمكونات فهون كاريز يونيتي معناته كل انستنس يستبعونه لهم نفس اليونيتي كرايتيريا يعني نفس اليونيتي كرايتيريا هون يونيتي كرايتيريا مختلفة هون انتي يونيتي يعني مش ممكن تشوفها از اهول كيف يعني؟ يعني هلا الانسان ممكن تشوفه از اهول وتقول هذا انسان بس لما اشي تاني مثلا شو ممكن نقول اشي بنشافش از اهول ساعدوني بغض النظر حافسري يعني بدأش تشوفه تقول هذا هذا كذا او بتكون من شغلات خلص هو جزء هو اشي بتكون من هو بيكون اشياء مش بتكون منه من اشياء فهذا زي الانجف مثلا بيان فهم علينا اكيد تختلف انت طيب اليونيتي thinking about concepts identities لما نفكر بهوية الأشياء while building an ontology helps us avoid or discover mistakes for example the water where the ocean يعني an instance is an amount of water هنا but it is not a whole هاي مش كل it's not a whole صح since it is not recognized as in, as an isolated entity مزبوط لما أنا بأخذ كمية ماي وبحطها هاي مش it's not recognized as an isolated entity لأنها ما برد أديرها برد حطها بجزء طلع مية ثاني فشفت الانستنس تبعت هاي هل الانستنس تبعت هاي زي الأتلانتيك أوشن is recognized as a single entity by its own فهاي السبتايب ما بتزبطش هاي بتكون عادة إيش composed of if we claim that instances of the water are not holes إذا كانت هاي مش هول and instances of ocean are then sorry then we have a contradiction طيب هلا انتم قليل سبورت انا تقريبا خلصت يعني recognizing identity and unity criteria is typically very difficult عشان بتاخذي لو بدنا نعمل تفسير الاصوات ونيجي نقول اليونيتي والايدنتيتي والاسنس والريجيديتي هي عاده الاشياء مش سهله ها مش سهل مش سهل كيف يعني it's very difficult to think about ونيت ايش هاي شو بتتطلب philosophical analytical skill شفتوا الاعلان نزلتوا على الفيسبوك بدور على ناس يشتغلوا
مين؟ في حدا منكم يا جماعه؟ في حدا منكم جاهز؟ رنا اي رنا غيري. ها؟ عجيب. تستطفيش هالاشياء؟ Well, of course, good ontologies are not easy and need help deep thinking. يعني طبعاً طب ليش هالأشياء صعبة؟ يعني لو قعدنا نفكر فيها منيح وحللناها منيح ونتلقى في good ontologies هاي إشي تاريخي. إشي تاريخي صح ولا لا؟ إشي تاريخي يعني واحد حتى صنف وكله العالم الفلاني صنف. كذا كذا ها ولا عملوا خارطه الجينات ولا لما نصنف العالم كله في الانتولوجي احنا برضو طلعنا في خارطه الجيني تبعت العالم. طب دكتور هاي الاشياء مش مصنفه لحد الان؟ لا طبعا مش مصنفه بالطريقه احنا مصنفينها. These difficulties are not simplified. شوي these difficulties are not simplified much onto by onto clean. يعني onto clean حتكتشف انها بتحللكيش وبتجاوبكيش على كل الاسئله. واضحه؟ But there is no better methodology. ما فيش أحسن منه. هلا more examples and practice helps you. كل ما اشتغلت أكثر. يعني كيف رانا قاعد بتجاوب بسرعة؟ أنا إيش؟ صارت مصنفة كثير. متمرسة. كل ما مررت أكثر كل ما بتقدر تعمل good ontologies. Then إيش لينا؟ Your salary will be much higher. طبعا. صح ولا لا؟ يعني معناته راتب رنا ما شاء الله. هلا خلينا الرولز اذا if B is anti-rigid then A must be anti-rigid. بنحكي عنها احنا. يعني given two classes A و B وانه هاي بنقول سبتايب من هاي عشان نحكم the following rules must hold. لازم يكون اذا هاي انتريجيت هاي ما لازم تكون انتريجيت. هلا اف بي اذا هاي كيريز اي ان ايدنتيتي كرايتيريون هاي هاي لها سيم ايدنتيتي. هلا ذن اف بي كيريز اي يونيتي كرايتيريون هاي اذا شو اليونيتي كرايتيريا تبعت هاي لازم كمان تكون هاي. اذا كانت هاي سوري إذا كانت هاي أنتي يونيتي هاي بتكون برضو أنتي يونيتي. إف بي هاي على ديبندنس بس أنا ديبندنس مش شرحتهاش بصراحة. شوية معكد عليكم فجنبتها. فسمري مش سمر. سمري أنتو كلين هيبس موديلر تو جاستيفاي وأنالايز ذا تشويسز ميد إن ديفاينينج أسبسامشن هيراركي. أخذنا الأربعة هذول أبليكيشنز أوف كونسترينتس أون ميتا بروبر. طيب الريفرنسز هو الارتكل هاي فيه بس كمان برزنتيشن عن الموضوع. في حد عنده اسئله؟ في حد عنده اسئله؟ عمركم اخذتوا في الاي تي محاضره اعلى فلسفيا من هيك؟ يا دكتور اول شيء بنحكي عن محاضره فلسفه يعني هلا في جزء كبير منها فلسفه. ويمكن عشان نسالك لازم نرجع لها ومضبوط لانه في اشياء تسالني بالاشياء اللي شرحتها ولكن انت بتسميها فلسفه انا بسميهاش فلسفه عارف ليه؟ انتوا بعالم الاوبجكت اورينتد بروجرامينج شو بتساووا؟ بتصنفوا ولا بتصنفوش؟ في انهيرنت اقول لك شيء خذوا فكره ثانيه ها مش انتوا بتبنوا فولدرز انا على فكره ركزوا معي منيح بس يعني فن ما مش عليه مش انتوا بتبنوا فولدرز على الجهاز مرات بتقول هذا الفايل بزبط هون وبزبط هون وبزبط هون معناته تصنيفه غلط دائما لما تيجي تصنف بضائع ملفاتك على الجهاز حاول انه او لما تضرب محل يطلع ايش لما يعني الفايل عاده بزبط بمحل واحد هذا معناته التصنيف مليح. طيب بتصنفوا الناس على الفيسبوك ولا لا؟ مش عاملين ليست؟ ليست ولا مش عاملين؟ عامل ليست؟ يس 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 ثلاثة بس الفيسبوكرز هنا يس يس أربعة هلا لما تيجي تقرأ أخبار أصحابك ناس تقول هذول كلوز فريندز هذول
فاميلي هذول كلاس ميتس هذول كذا بتلكي انه في منهم ايش بتكرر يعني انت بتجي تيجي تقرا اخبار اصحابك في هاي السيركل في هاي الليست وتفتح ليست ثانيه قد انه نصهم موجود بالليست الثانيه وكانك انت مش مكتب على الاعتبار شفت كيف التصنيف الراندوم عن يعني بس يعني تخيل لو تصنيفك مدروس تفرقش الخبر مرتين تعرف كيف شفت يعني يعني هي مزبوط الاشياء انت بتسميها فلسفيه بس على فكره الفلسفه زمان ما كانتش علم بقائم بحد ذاته كانت هي ايش كل العلوم اصلا اسمها فلسفه كل العلوم اسمها فلسفه ف anyway هلا هذا شغل انتولوجي ليش الانتولوجي تاع الحكومه الفلسطينيه اسوا من الحكومه سوري الانتولوجي تبعت حكومه موجوده الاردن ما جدلا معك ها ليه قلت لانه هناك في الاردن ماخذين بعين الاعتبار مصنفين الاشياء حسب كذا واحنا مصنفينها حسب شيء ثاني اسئله ثانيه رنا لا اذا بدهم يسالوني انا بجاوب لينا واضحه عبير فيش اي سؤال طب انا بسالك سؤال هل كانت مريحه محاضره مفهومه كثير متاخره مريحه او مفهومه لا لا ما انا هاي برضه مفهومه انها كثير متاخره بعرف بس المقصود هل انت بالنسبه لك شخصيا فرقت معي طبعا يعني فرقت معي على طريقه رسمي للاشياء قبل ما اخذ هاي المحاضره هل انت بتلكي حالك يعني لو قعدت تصنفي يومين ثلاث وتفكر بالاشياء هي بتقدري ديم شو سؤالك؟ ما عنديش سؤال. عصام. سؤال هاي تمر روح يا. طيب. يعطيكم العافية.